السلام عليكم. انا تزوجت حتى تزوج صغيره، وكان عندي 16 عام، جوج عائله، وكان مشاكل عائله، ونط انايا دفعت طلاق الشقاق، طلقت، جات ولدي لدارنا في العروبيه، وجيت خدمت عند واحد السيده دار بيضاء، وخدمت عند واحد السيده وهي باش كنعاون الدار، وباش هزا جوج خواتاتي والابن ديالي والام ديالي والاب ديالي. الاب ديالي مريض، كيستعمل لاباري ديال الاكسجين، عنده مرض مدمن في الريه، كيستعمل الرابوز، كيستعمل لاباري ديال الاكسجين. كنت كاريه وحده، معاونين عليها الناس، وكنت كاريها ب 700 درهم، ودابا عنده وحده خاسره. كانوا عطاوه، ما بقيش قاده باش نخلص، ما مع الكورونا ومع داكشي، الناس كل واحد والظروف ديالو، ورجعتها لماليها. ودابا واحد السيد كان عاطيني وحده، نات خسرات، كتخدم مره وكتحبس ليا مره، كنعاون غير بواحد واحد الجعبه كنخشيها في واحد القرعه باش كنعاون، كيتعاون بشويه الاكسجين ديال البرد. كنا على السبيطار وخرجناه، جبناه للدار انه نعسل عليه النص ديالو، مبقاش كيتحرك، وعنده الدواء، وانا اللي مسؤوله على الدار، مسؤوله على الاب ديالي، انه كنشري لي الدواء. على راسي انايا، عندي حتى انايا كاريه في الدار بيضاء، كاريه ب 16000 ريال. من جد الوباء ديال كورونا 3 شهور ما خلصش الكرا، ودابا بديت في الشهر الرابع. عمرت لاكارت ديالي، صيفطوا لي انني تقبلت، وعاود صيفط لهم الشكايه، ما جاني والو، ورفضوها. اليوم ما لقيتش كيفاش ندير، وانا كنت من المحسنين يعاونوني ويوقفوا معايا لله في السبيل. كنشوف با كيضيع قدامي وما كاينش العوين، وانا اللي هزة خمسة الناس، راه جوج خواتاتي والابن ديالي والام ديالي والاب ديالي. الحمل ثقيل، وكيتواجدوا في العروبيه بعد نوبات، كيتزير بالليل، ما كنلقاوش لي يهزوا لينا يدي هنا السبيطار ولا شي حاجه. صعيب الحال بزاف، حيت ما كاينش مساعده، ما كاينش. بغيت لي اله ديال الاكسجين باش كيتنفس، بلا بها ما يقدرش يعيش.